بدأت في إثارتها للجدل منذ وقوعها في 24 من يناير الماضي، عندما خرجت الناشطة السياسية شيماء الصباغ للمشاركة في مسيرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكية بميدان طلعت حرب لإحياء ذكرى ثورة 25 من يناير، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومسيرة الحزب، أصيبت خلالها شيماء بطلق نارية ونقلت إلى المستشفى ولكن دون جدوى، حيث أنها فارقت الحياة. مقتل الناشطة شيماء دفع النائب العام المستشار هشام بركات إلى الأمر بفتح تحقيقات عاجلة في نفس اليوم حول الاشتباكات التي شهدها شارع طلعت حرب بوسط القاهرة، وكلف النيابة المختصة بمباشرة التحقيق، مؤكدا أن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وأن مرتكبي الواقعة سيقدمون للمحاكمة الجنائية، وذلك حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة. تحقيقات للنيابة العامة أخذت مجراها واتهم فيها الكثيرون، إلى أن أصدر النائب العام المستشار هشام بركات اليوم 17 مارس بيانا أنهى فيه حالة الجدل، كاشفا ملابسات مقتل الناشطة السياسية الذي أكد أن قتلها جاء إثر خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزية، حيث تم إحالته إلى المحاكمة الجنائية. إسراء سعد، الحياة اليوم.